شبيها إسرائيل، التطبيع مع إسرائيل. إذا ما ننشط إحنا، خل أقول لك فتشي كلش يعني باللغة الدارجة، غير الصدريين ما يوقفون ضد التطبيع ترى، لأنه يجوز يوصل فد يوم من الأيام الوقوف وقوف مسلح. أقول لك هيجي علنا هسه يجوز الآن، لا يجوز الآن بالتثقيف بالمنبر بالخطب بالتويتر بالفيسبوك، ما يخالف بالمظاهرات بالاحتجاجات بالاعتصامات، ما يخالف. بس ترى اكو إلحاح شديد على أن يكون العراق من ضمن المطبعين، وهذا تحذير مني. حتى السفير موجود عليه اللعنة، كلهم حضريها، بس يريدوكم انتو تختلفون فيما بينكم تتفرقون، حتى هذا المعارض الوحيد والمقاوم الوحيد والشجاع الوحيد يتفرق. فإذا تفرقتم وتشتتتم واختلفتم صار التطبيع شنو؟ أمر سهل ويسير عندهم.